الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أحبتي الطلبة من الصف العاشر، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. درسنا اليوم هو الدرس 13، سيكون لقائي معكم مع آيات عطرة من سورة المدثر من الآية 38 إلى الآية 56، تتحدث عن جزاء الأعمال. وسنتحدث عن الموضوعات التالية، الموضوعات التي تحدثت عنها سورة المدثر بشكل عام، وعن الموضوعات التي تحدثت عنها هذه الآيات بشكل خاص، وهي الإنسان مسؤول عن أعماله، جزاء المتقين، أسباب دخول الكافرين النار، القرآن الكريم تذكرة للناس. تعالوا معي أيها الأحبة لنعيش مع هذه الآيات، فأسأل الله عز وجل أن ينير قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا بنور هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، صدق الله العظيم. تعالوا معي أيها الأحبة نذكر المفردات والتركيب. بما كسبت رهينة، محاسبة النفس على أعمالها. سقر هو منزل من منازل النار. مستنفرة هاربة. قسورة أسد. أتانا اليقين، جاءنا الموت. تعالوا معي أيها الأحبة لكي نتحدث عن سورة المدثر. سورة المدثر سورة مكية. ما المقصود بأنها سورة مكية؟ أي أن كل ما نزل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يسمى مكي، وكل ما نزل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم بعد الهجرة يسمى مدني. إذا تعلمنا الفرق بين السورة المكية، بين السورة المكية والمدنية. السورة المكية تتميز بقوة أسلوبها وشدة الخطاب، خطاب العقل والقلب. وسورة المدثر أيها الطلبة من أوائل السور التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تحدثت هذه السورة عن بعض جوانب شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعن واجب تبليغ الدعوة إلى الناس. الله عز وجل قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وتحدثت هذه الآيات أيضا عما يترتب عليه من جزاء، فمن أحسن فله الإحسان وله الجنة، ومن أساء فعليه إساءته وسوف يحاسب على هذه الإساءة. فأسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل الإحسان. تعالوا معي أيها الأحبة لنتحدث عن الموضوعات الرئيسية التي تحدثت عنها هذه الآيات. تحدثت هذه الآيات عن
الموضوعات الرئيسية، أولها أن الإنسان مسؤول عن أعماله في قوله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة. ما المقصود في قوله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة؟ أي أن الإنسان يوم القيامة سيحاسب على أعماله التي فعلها في الدنيا. فالدنيا مزرعة الآخرة، من زرع خيرا حصد خيرا ومن زرع شرا حصد شرا والعياذ بالله. فمن آمن وعمل صالحا كان جزاؤه الجنة، ومن عصى الله عز وجل كان جزاؤه النار والعياذ بالله. فلذلك على الإنسان أن ينتبه إلى أعماله التي تصدر منه في هذه الحياة الدنيا، وكذلك على أن ينتبه إلى أقواله التي تصدر منه في هذه الحياة الدنيا. وهذه الآيات أيها الأحبة تحدثت عن جزاء المتقين. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. في هاتين الآيتين الله عز وجل، الله جل وعلا يبين لنا مشاهد من مشاهد يوم القيامة. هذه مشاهد تخص من؟ وما هي هذه المشاهد؟ هذه المشاهد تخص أهل التقوى، أهل القرآن، أهل الطاعة، أهل المستجيبين لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي هذه المشاهد؟ أن الله عز وجل يكرم أهل الإيمان، يكرم أهل الطاعة، يكرمهم أنهم مكرمون يوم القيامة، وأنهم من أهل الجنة، وأنهم يأخذون صحائفهم بأيمانهم، وأنهم في الجنة يتساءلون، أي أنهم في الجنة يتزاورون مع بعضهم البعض، يجلسون مع بعضهم البعض ويتساءلون فيما بينهم. مكرمون منعمون في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة. وأنهم يأخذون صحائفهم يوم القيامة عندما تتضاير الصحف، يأخذون صحائفهم بأيمانهم كما قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. لكن بالجانب الآخر الكافر يأخذ صحائفه بشماله. إذن علينا أن نحرص أيها الأحبة أن نكون من أهل الجنة، من أهل الطاعة، حتى نأخذ صحيفنا بأيماننا. وأنهم في الجنة يتساءلون، الله عز وجل يخبرنا أنهم يتساءلون عن من؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى دخولكم النار يا أيها المجرمون؟ لماذا أنتم من أهل النار؟ أولى هذه الأسباب ترك الصلاة. الصلاة يا أيها الشاب ويا أيتها الفتاة، الصلاة عمود الدين. الصلاة أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة. الصلاة إذا صلحت صلح سائر عمل الإنسان، يوفق في هذه الحياة الدنيا وتكون له نور في الآخرة. وإذا فسدت فسدت أعمال الإنسان، يتعس في الدنيا ويتعس في الآخرة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يغادر هذه الحياة الدنيا أوصانا بالصلاة، فكان يقول الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. إذن علينا أن نحافظ على الصلاة حتى نكون من أهل الجنة. هؤلاء الذين أجرموا في حق أنفسهم وتركوا الصلاة سيعذبون يوم القيامة. فما حكم تارك الصلاة؟ أهل العلم فسروا في ذلك، والتفصيل كما يلي: أن من ترك الصلاة جحودا بها فهو من الكفار، يعني يقول الصلاة غير مفروض علينا، الله عز وجل لم يفرض علينا الصلاة، ينكر فرضية الصلاة ويجحد بهذه الصلاة، فهذا مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. لكن القسم الثاني
من ترك الصلاة تكاسلا وتقاعسا من أدائها، هو مؤمن بالصلاة لكنه لا يصلي، يتقاعس يتكاسل يصلي ويترك وهكذا، فهذا سيعذب يوم القيامة ومرتكب لكبيرة من الكبائر، سيعذب يوم القيامة على تقصيره إن لم يتب إلى الله عز وجل قبل أن يغادر هذه الحياة الدنيا. ومن الأسباب أيضا التي أدت إلى دخول هؤلاء الذين أجرموا في حق أنفسهم وظلموا هذه النفس التي بين جنبيهم، عدم إطعام الفقير، يعني المسلم الذي لا يؤدي الحقوق المالية عليه كالزكاة مثلا، لا يزكي ماله، هل سيعذب لأنه قصر في ركن من أركان الإسلام ولم يؤدي هذا الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه، لم يخرج زكاة ماله على الفقراء وعلى المساكين، وهؤلاء يوم القيامة سيندمون على فعلهم يوم القيامة، ويرجون من الله عز وجل أن يعيدهم إلى الدنيا حتى يؤمنوا ويعملوا الصالحات بما فيها من صدقة وتعاون على عمل الخير وأداء الحقوق الواجبة عليهم. يندمون، يقول لله عز وجل ويطلبون من الله عز وجل أن يرجعهم إلى الدنيا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ماذا يجاب عليه؟ كلا، الآن تراجع حساباتك، الآن تريد أن تصلي، الآن تريد أن تبر الوالدين، الآن تريد أن تعمل معروفا، الآن تريد أن تأمر معروف وتنهى عن المنكر، الآن تريد أن تتصدق، الآن تريد أن تخرج زكاة مالك. يجاب عليه كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والله عز وجل يقول أيضا في كتابه العزيز وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فهذه الآية تدلنا أيها الأحبة على أن هؤلاء الذين أجرموا في حق أنفسهم يطلبون من الله عز وجل أن يعودون إلى الدنيا ليعملوا الصالحات. ومن الأسباب التي أدت إلى دخول هؤلاء الذين أجرموا في حق أنفسهم النار الخوض مع أهل الباطل، وهذا أمر خطير جدا. احذر أن تجلس مع أهل السوء، مع أهل الباطل، واجلس مع أهل الخير، مع أهل الصلاح الذين يأمرون بالمعروف، يذكرونك بالصلاة، يذكرونك بطاعة الله عز وجل، إذا فعلت معصية يذكرونك، يوجهونك. احذر أن تجلس مع أهل الفساد، مع الذين يسبون ويشتمون ويقعون في أعراض الناس، احذر أن تجلس مع الذين يسبون الله عز وجل ويسبون الذات الإلهية، احذر أن تجلس مع هؤلاء. الله عز وجل ماذا يقول في القرآن الكريم؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا ما جزاء هؤلاء الذين يجلسون مع أهل الباطل؟ حتى لو أنك تجلس ولا تشاركهم فأنت تأخذ السيئات نفسها. لماذا؟ لأنك لم تذكرهم بأن يقلعوا عما هم عليه،
ولم تذكرهم أن هذا يغضب الله عز وجل. الله عز وجل يقول في القرآن إنكم إذن مثلهم، أي أن الله عز وجل إذا عاقبهم سيشملك عقاب هؤلاء، ستعاقب معهم. فذلك احذر أن تجلس مع أهل الباطل. ومن أسباب التي أدت إلى دخول هؤلاء الذين أجرموا في حق أنفسهم النار أنهم يكذبون بيوم الدين، يكذبون بيوم البعث، يكذبون بيوم الآخر، يكذبون بيوم القيامة الذي هو ركن من أركان الإيمان. الذي ينكر ركن من أركان الإيمان فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. والذي يكذب بيوم الدين علامة على عدم إيمانه، لأنه لا يؤمن بيوم البعث ولا بيوم القيامة. هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين وبيوم القيامة ويوم الآخرة ويوم البعث، هؤلاء ما أثر ذلك عليهم؟ ما أثر ذلك عليهم؟ هؤلاء يسوغون لأنفسهم فعل المنكرات. فالذي يقول أنه لا يوجد يوم آخرة ولن يبعث الله عز وجل من في القبور، وأن الله عز وجل لن يحيي العظام وهي رميم، ينكر يوم الآخرة، هذا يسوغ لنفسه فعل المنكرات. وكذلك أيضا حال المسلم الذي يغفل عن هذا اليوم، ينسى هذا اليوم، فإنه يتجرأ على فعل الذنوب والمعاصي، يتجرأ على فعل المنكرات، يتجرأ على عقوق الوالدين، يتجرأ على الغيبة وعلى النميمة، يتجرأ على ترك الأخلاق، يتجرأ على ترك الصلاة، يتجرأ على ترك الزكاة، إذن يتجرأ على عدم الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يكذب بيوم الدين فله عذاب أليم عند الله عز وجل، ويحرم من شفاعة الشافعين التي خصها الله عز وجل بالمؤمنين، ويحرم أيضا من شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي خصه الله عز وجل بها يوم القيامة عندما قاله يا محمد اشفع تشفع. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يشفع لهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأسباب التي أدت إلى دخول هؤلاء الذين أجرموا في حق أنفسهم النار الإعراض عن القرآن الكريم. والإعراض عن القرآن الكريم أحبة الطلبة يكون من جهة العقيدة، كما هو حال كفار قريش إباء واستكبارا، أعرضوا عن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكبرا عنادا، فلم يلتفتوا إلى ما ذكرهم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما أنزل الله عز وجل عليه من القرآن الكريم. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الله عز وجل يشبه هؤلاء الذين أعرضوا عن دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعرضوا عن القرآن الكريم، أنهم يفرون ويعرضون عن القرآن الكريم كما تفر الحمر الوحشية أمام الأسد. وهذا من إعجاز البيان في القرآن الكريم. الله عز وجل يبين كيف هؤلاء لا ينفعهم التذكرة في القرآن الكريم، تذكرهم وتقول لهم قال الله، الله يحرم ذلك ولا يستمع ولا يلتفت إليك. وهذا يقودنا إلى الحديث عن الإعراض من جهة العمل. المسلم الذي يعرض عن الاستجابة لأوامر الله عز وجل، الذي يتعامل بالربا أعرض عن القرآن الكريم، الذي يأكل حقوق الآخرين أعرض عن القرآن الكريم، الذي يعق الوالدين أعرض عن القرآن الكريم، الذي لا يصلي أعرض عن القرآن الكريم، وهكذا. فهذا إعراض عن القرآن الكريم. لكن عذاب الإعراض من جهة العقيدة والإباء والاستكبار كما هو حال أهل مكة والكفرة، فهؤلاء يخلدون في النار. لكن الإعراض من جهة المسلمين من فعل المعاصي والذنوب، الإعراض عن القرآن الكريم بعدم الاستجابة، فهذا مرتكب لكبير من الكبائر، يعذب على إعراضه لعدم استجابته للقرآن الكريم. ولم يكتفي هؤلاء عن إعراضهم عن القرآن الكريم، وإنما طلبوا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا لكل واحد منهم. لماذا؟ حتى يؤمنوا بالنبي محمد
صلى الله عليه وسلم يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. فالله عز وجل يبين شدة إعراض هؤلاء عن القرآن الكريم، وأن لهم عذاب من الله عز وجل، وأنهم سيعذبون في نار تلظى. أسأل الله العفو والعافية. ننتقل الآن أيها الأحبة إلى الحديث حول الموضوع الأخير من الموضوعات التي تحدثت عنها هذه الآيات. فالله عز وجل يخبرنا أن القرآن الكريم تذكرة للناس وهداية للناس، فقال جل وعلا: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فالقرآن الكريم أنزله الله عز وجل هداية للناس، حتى يجعل القرآن الكريم منهجا في حياتهم، حتى الأمة تجعل القرآن الكريم منهجا في حياتها من ناحية سياسية واقتصادية والاجتماعية في جميع جوانب الحياة. وكذلك الإنسان يجعل القرآن الكريم منهجا في حياته، في فكره، في تعامله، في سلوكه، في أقواله، في أفعاله، في مشاعره. منهجه كتاب الله جل وعلا ورضا الله عز وجل، فإنه يسلك طريق التقوى ويتبع هدي القرآن الكريم ليكون من أهل المغفرة ومن أصحاب اليمين. هذا ما جاء في درسنا اليوم أيها الأحبة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. دمتم بخير وسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.